نعم، وقد أصبح اسمه المهداف الأرجنتيني، وذلك بسبب شطاته الصاروخية على العدو اللدود ريال مدريد. السؤال الأول في هذه الحصة أيها التلميذ، أعطني جملة مفيدة فيها كلمة تفاحة. أكل الولد التفاحة. خطأ خطأ. الإشارة الصحيحة حرك الولد التفاحة، ذبح الولد التفاحة. أما السؤال التالي فهو أيتها التلميذة، انصفي المثل التالي. ما معنى انصفي؟ أنا لا أعلم. لا تعلمين لا معنى انصفي؟ لا تخافوا لا تخافوا أيها التلاميذ، لأنها قالت بأنها لا تعلم معنى انصفي، فإذا هي دخيلة، إنها ليست واحدة منا. أما السؤال التالي ضع عبوة ناسفة حول الإجابة الصحيحة. أنت يا تلميذ. أستاذ، هل يمكن أن تغير لي السؤال؟ لأني لم أدرس هذه المادة. بكل سرور، اقلب كتابك على الصفحة 69 وانكح ما تحته خط. ولكن أستاذ، ما اسم هذه المادة؟ إنها المادة تضمن لك النكاح بشكل متفوق. أما السؤال الأخير، فخخ العبارة التالية بالتفجير المناسب. أستاذ، هل تستطيع أن تشرح لي هذا السؤال علمياً لأني لا أفهمه نظرياً؟ أنظري، هذه قنبلة وهنا الصاعق، تضعين أصبعك. قومي قومي تنفلي، ما صدقت على الله خلصت منه. قومي رورو، بدي أسأله سؤال هو وميت. يا أستاذ، أرأيت أنه السلاح بإيد ال بيجرح؟